ونروح لكرة اليد وفوز الأهلي على فريق سبورتنج بنتيجة 31-24 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات دوري محترفي اليد وأقيمت على صالة عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة. كذلك نجح كمان الزمالك في تحقيق الفوز على الجزيرة بنتيجة 38-24 في المباراة التي أقيمت على صالة المركز الأولمبي بالمعادي. بنتائج دي الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة ويليه الزمالك برصيد 23 نقطة.